أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وقال الرئيس السيسي إن المحور البيئي كان ضمن هذه الخطة الاستراتيجية. مصر واسمحوا لي إن أتكلم عنها، كانت من أوائل الدول التي وضعت وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية. وأنا عايز أقول لكم يعني مش عشان يعني أقول إن إحنا في مصر كنا منتبهين لهذا البعد واتحركنا فيه بفاعلية كبيرة جدًا. في كافة المجالات. وأنا بقول لكم إن إحنا أطلقنا يمكن كمان من سنة ونص قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو حياة كريمة. وأنا بتكلم إن حياة كريمة ده رقم اتحط يمكن ساعتها ساعه لما طرحناها كان حوالي 700 مليار 750 مليار قد يزداد هذا الرقم الى ارقام اكثر من كده نتيجه الظروف اللي بتمر في العالم خلال هذه الفتره. لكن الهدف منه انه يساهم في تحسين حياه ست ما يقرب من 60 مليون انسان واحنا هنا بنتكلم على بنتكلم على مية شرب وبنتكلم على طاقه وبنتكلم على آه صرف صحي وبنتكلم على معالجه مياه واقدر اقول لكم بمنتهى التواضع ان مصر ببرامجها اللي بتشتغل فيها دلوقتي ان يمكن تكون في في يعني تحسين ومعالجه المياه يمكن تكون الدوله رقم واحد بنهايه هذا البرنامج.